يوم الاحد جايبين ولا بيوم 200 العريفي. العريفي ده زول فاشل مبتدع، هو عبد الحي جايبه الاثنين ومعاهم المكتبه العلميه برضه. ديل منهجهم منهج السروريه، الا فليبلغ الشاهد منكم الغايب. جماعه ديل منهجهم باطل، هو منهج سيد قطب التكفيري، منهج سيد قطب الذي شتم الانبياء كما شتم نبي الله موسى في كتابه التصوير الفني صفحه 200. قال سيد قطب لناخذ موسى انه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج. والعريفي ده زول كذاب عشان يطلع الناس ثوره، وكان سبب في قتل الناس في سوريا الان. بشار الاسد يقتلهم ويحصدهم كالجراد، عليه من الله ما يستحق. ونسال الله ان يرفع المعاناه عن الشعب السوري المسكين وان يتجاوز عنهم ويحفظ دماءهم. فعشان يطلعهم ثوره العريفي يعمل بحواج بينه كده، قال لهم قال الملائكه قال قاتلت مع المجاهدين في سوريا. حدثني احدهم عن ولده وهو شيخ كبير وقد استشهد ولده. حدثني عن ولده قال خرج ولدي يوما فأصيب فرجع إلينا وجعلنا نحاول أن نعالج إصابته. يقول فإذا بمجموعة من الزبانية يدخلون علينا ويضربون الولد. يقول وكانوا يكررون من الخيالة البيض الذين معكم، من الرجال البيض الذين كانوا يركبون خيولا بيضا، أين هم؟ اعترف من هم. يقول يا شيخ والله لا كان معهم خيول ولا رجال بيض، إلا أن تكون ملائكة من السماء، إلا أن تكون ملائكة من السماء. وده نفس الكلام بتاع جماعة مجوزات جماعتك هنا، قال والله الملائكة قال نزلت معانا وشمينا ريحة المسك. جماعة الترابي، الترابي في النهاية قال ده ماتوا فتايس وما في حور عين بتاع مين؟ قال هو حور في العين. فالأخوان المسلمين جالين ما يغشك العريفي، العريفي ما يغشك، ويجي هنا كلامه كله المصافحة والبيت يد علينا، زول قليل الأدب وسفيه ومبتدع، اوعى تحضر له. محمد بن سيرين قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما تسمع لجماعة دي عبد الحي يوسف والعريفي وغيره، ده كلهم عطالة. اسمعوا للعلماء، شيخ الألباني، شيخ العثيمين، شيخ بن باز، شيخ الفوزان، غيره من علماء الأمة الإسلامية الموجودين الليلة. رحم الله من مات وحفظ الله من بقي. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.